سؤال: أيهما مقدم، العلم أم الدين؟ شنو يعني تناقض أكو بين العلم والدين؟ العلم والدين مثل طرفي سلم، تريد تصعد على السطح تتقدم تتطور في حياتك لازم عندك علم ودين. إذا طرف من السلم ما موجود الإنسان لما يركب عليه يسقط. نريد علم مع دين، ونريد دين مع علم. علم بلا دين إبليس، لو كان في العلم من غير التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس، وهي علم عنده. ودين بلا علم بلا وعي بلا معرفة خوارج، خوارج زمن الإمام علي وخوارج زمان. هذا مشكلة، تدري وين؟ في دينه. ولا تجعل مصيبتي في ديني، من المعاني لهذه الكلمة مو يعني ما عندي دين، عندي دين غلط. أراد تقرب إلى الله بقتل نفوس البريئة، راد يفجر له قنبلة انفجرت بس هو ما انقتل، انجرح أغمي عليه ودوه المستشفى، فتح عينه شاف أحد رجال الدين في الكاظمية على رأسه، هو فكر فاتح عينه بالجنة، فقال له أنت شلون دخلت هنا بالجنة؟ في نظره ذول كلهم الجنة بيده والنار بيده، اذبح لك كم واحد بريء الليلة تتعشى ويا النبي. هذا مصيبته في دينه، لأن عنده دين بدون علم بدون معرفة، هذا جاهل مطلق. هذا رب العالمين قطعا ما يقبل من عند الصرف ولا عدل. نريد العلم ونريد الدين. الأب اللي يهتم بأولاده علمهم لازم يهتم بدينهم، يهتم بدينهم لازم يهتم بعلمهم بشكل متساوي. أما إذا الأب يهتم بأولاده وشهادات وشهادة الأولى والثانية والثالثة، خلص دكتوراه واحدة ثانية لكن ما مهتم بدينه، هذا باكر يصير مثل ذاك الرجال، راد يقتل أبوه، اتجمعوا أهل القرية ما خلوا يقتل أبوه، قال أنا أطلع من هاي القرية. واحد ما يقدر يقتل أبوه في هالقرية ما تنعاش. علم عنده سيكون وبالا على أبيه، أو يشوف نفسه أكبر من أبوه لأن أبوه ما عنده الشهادة، هو عنده شهادة عنده فلوس. اجى واحد تاجر، أنا سمعت، كنت أعرفه من دولة خليجية، سمعت انهم قاطع والده فشفته بالصدفة، قلت له تعال سمعت مقاطع ابوه؟ قال ايه. قلت له ليش؟ قال خسرني 5 طبعا بالدولار 15 مليون دولار خسرني. قلت له عينا مثل قصتك صارت مع شخص اجى عند النبي صلى الله عليه واله وسلم يشتكي على ابوه، فقال ابويا ماكل اموالي. قال انت ومالك لابيك، اذا ابوك ما كان موجود انت ما كنت موجود، على مال تختلف وياه وتقاطعه؟ باشر على علم يقاطع، علم وحده ما ينفع، دين وحده بدون علم معرفة وعي فهم إدراك أيضا ما ينفع كلاهما. فأيهما مقدم ما عندنا؟ اثنيناتهم مطلوبين.